السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. في درسنا هذا سنحاول شرح تركيب أسلاك ريموت السيارة عملي على الطاولة لنفهمه أكثر، ليتبقى لنا حلقة حول كيفية تركيبه مباشرة على السيارة بنفسك وبدون أي مشاكل. فلنتابع الشرح إخواني للأخير لنفهم طريقة التركيب بشكل جيد. فلنبدأ على بركة الله. أولا، هذا الريموت إخواني قد انتزعته من السيارة بسبب أن أسلاك المتحكمة في رفع الزجاج قد أحدث شورت، ودخل الشورت إلى القطعة الداخلية واحترقت بعض القطع، إذا أصبحت رفع الزجاج لم يعد يعمل. كذلك تضررت بعض الأسلاك. في الشرح سأعرفكم ما على الأسلاك التي تضررت وما هو عملها الأصلي، كيف يجب أن تعمل كما شرحت لكم في الدرس السابق عن الأسلاك. فقط هنا كما أخبرتكم في الدرس السابق ونعيده بشكل سريع، قلنا أي ريموت وأي إنسان يبحث فقط عن كيفية فتح، أولا فتح وإغلاق السيارة، يريد فقط كيف يفتح السيارة وكيف يغلقها. قلنا توجد 8 أسلاك، نجد سلكان برتقالي وبرتقالي به خط أسود، وسلكان أصفران أصفر وبه وخط، وسلك به أصفر به خط أسود، وكذلك أبيض وأبيض به خط أسود. دائما نجد هاته الأربعة قصيرة، وهاتان السلكان الأبيضان طويلان، هما اللذان نقوم بتركيبهما مباشرة بمحرك السنتر لوك بعد عملية البحث. طبعا أقوم بتركيب هذه الأسلاك. ثم هنا السالب والموجب، الموجب دائما نجد به فيوز، والسالب لا توجد به هذه القطع. هذه الأسلاك المسؤولة عن التشغيل، أما هذه الأسلاك المتبقية لا حاجة لنا بها، لكن سأشرح لكم عنها وكيفية فحصها عملي. هنا هذا مختص بالهزاز، أو الذي إذا هو الاستشعار إذا ما لمس السيارة يقوم هو بعمل جهاز إنذار لك بأن السيارة قد فتحت، أو على الأقل أحد ما حاول فتحها. هذا المصباح متعلق عندما يعطيك إشارة، إذا كانت السيارة مغلقة يعطي إشارة ويجذب الإشارة من الريموت. لكن من يجذب الإشارة ومن يوزع يا إخواني هذا السلك أو الأنتينة الموجودة أو الخارجة من هذه القطعة. أولا قلنا هذه الأسلاك هي المسؤولة عن الفتح والتسكير، قلنا تحتوي على 6 أسلاك زائد السلك الأحمر الموجب والسلك السالب. كيف أقوم بربطها إخواني؟ نأتي بسالب وموجب، هذا إذا أردت تركبها في السيارة. تأتي بالموجب إخواني، تربطه مباشرة بالسلك الأحمر. هذا السلك إخواني عندما تريد تركيبه تركبه والسيارة مطفية ومنزوع مفتاح من السويتش. تبحث عن موجب يكون بسلك سميك قرب السويتش أو في علبة البيوزات، تقوم بفحصه، تضع لمبة الفحص، تأتي بلمبة الفحص، تضع السلك على صاشيه السيارة سالب وتبحث بلمبة الفحص. عندما تشغل لمبة الفحص و المفتاح منزوع من سويتش وتجد هذا السلك اشتغلت به اللمبة، تعرف انه موجب، تقوم بفسخه وايصاله بسلك موجب مباشرة بهذا الشكل. وهذا نقوم بتركيبه مباشرة بجسم السيارة سالب، يعني السالب مباشرة نقوم بربطه بجسم السيارة شاصيه السيارة. ثم هنا مباشرة يشتغل معنا الريموت بدون تركيب أي أسلاك، مباشرة السالب والموجب نقوم بتركيبهما سيشتغل معنا. ونلاحظ سأقوم بتركيب لمبة الفحص على سالب على السالب أو جسم السيارة، ثم أقوم بفحص السلك الأبيض والأبيض به خط أسود، لن أجد به كهرباء. نلاحظ لماذا؟ لأني أصلا لم أقوم بتركيب الأسلاك
الأخرى. لتركيبها قلنا نقوم بربط الأصفر مع الأصفر بخيط أسود، والبرتقالي بخيط برتقالي أقوم بتركيبه هو الآخر، لقد قمت بتطويله بسلك آخر. قلنا إذا أردنا السنت إلى إذا وجدنا نفترض هذان السلكان هما لمحرك الفتح والإغلاق، أقوم ب كيف أعرف هذا المحرك يشتغل على شحنة موجبة أو سالبة؟ أقوم بإنزال القفل وأغرض الإبرة هنا، أفحص هذا السلك إذا اشتغلت معنا والسلك مربوط على قلنا على سالب البطارية أو جسم السيارة، إذا اشتغل معنا المصباح أعرف بأن هذا يأخذ شحنة موجبة، وعندما أقوم بالرفع تختفي الشحنة من هنا وسأجدها هنا شحنة موجبة، يعني أعرف أن هذا المحرك يشتغل على الموجب. وإذا لم عندما أقوم بإنزال القفل ولم يشتغل لا هنا ولا هنا، أعيد نزع السالب من هنا وأضعه بالموجب وأقوم بالفحص، إذا اشتغل أعرف بأن هذا المحرك يحتاج إلى شحنة سالبة فأقوم بإضافة له شحنة سالبة. هنا كيف هنا قلنا هذا يعطي شحنة موجبة وهذا يعطي شحنة سالبة، إذا قمت بتركيب هذا هنا يعطينا شحنة موجبة، هنا لنلاحظ الضرر الذي تضرر هذا، من المفروض عندما أقوم بالفتح أو الغلق سيشتغل معي، لكن لم يشتغل، لماذا؟ لأنه تضرر بالداخل. كذلك إذا وجدت قلنا هذا المحرك السنتر لوك يشتغل على شحنة سالبة، أقوم بنزع هذا السلك من هنا وأقوم بوضع هذا بالسالب لكي يمر لنا شحنة سالبة هنا، لكن هنا لو نلاحظ عندما أقوم سواء بالفتح أو الغلق لن يشتغل معنا المصباح، دلالة على أن كذلك الوحدة المتخصصة بجعله سالب لم تعد تعمل كذلك. فقد تبقت لنا الحمد لله تبقت لنا فرصة أخيرة والتي بقيت تعمل، هو أقوم بوضع الأصفران والأصفر والأصفر بخيط أسود مع الأحمر، وأترك البرتقالي مركب مع الأسود سالب، هنا سيعطينا شحنة موجبة لنلاحظ في الغلق، لنلاحظ أغلق وهنا الفتح، نلاحظ هنا الفتح وهنا الغلق وهنا الفتح، يعني وهو من المفروض إخواني بهذه الترتيبة يعطينا شحنة سالبة وشحنة موجبة، وعندما أقوم بالغلق تقلب الشحنات. بهذه التركيبة إخواني نقوم بتركيب هذه القطع، هذه الأسلاك المتحكمة في الريموت، قد انتهينا منها. لنأتي الآن إلى أضواء الإشارة، كيف أقوم بتركيب أسلاك الغمازات. أسلاك الغمازات إخواني ستجد في معظم الريموتات ستجد بها فيوزان وبنفس اللون بني أو أصفران أو المهم تجدهما بنفس اللون وبهما فيوزان. ماذا تفعل؟ تترك لمبة الفحص هنا وأقوم بالضغط مثلا هنا، هنا نلاحظ يعطينا إشارة، معنى ذلك أن الأسلاك سالمة وتعطي إشارة، فنلاحظ إذن هذه الأسلاك المخصصة للغمازات. كيف أقوم بتركيبها إخواني؟ أذهب إلى وحدة التحكم بالإشارة، أقوم بإطلاع الإشارة إلى اليمين وأقوم بفحص الأسلاك،
التي تكون قريبة من عصا التحكم بالإشارة، وأقوم بفحص الأسلاك. عندما أزيد مصباح يغمز، عندما أقوم بوضعه مثلا بسلك بهذا الشكل، وأقوم بوضع الإشارة جهة اليمين، يغمز معنا. عندما يغمز معنا أقوم بتعريض ذلك السلك، وأقوم بتركيب سلك من هذه الأسلاك، ثم أقوم بتنزيل الإشارة إلى الأسفل. عندما تكون تغمز أقوم بالبحث في الأسلاك الأخرى. عندما أجد مصباح يغمز معي أقوم بتعريض السلك الآخر وتركيب سلك الآخر من هذه الأسلاك، أقوم بتركيبه في الجهة الأخرى. بهذا الشكل نكون قد انتهينا من الغمازات إخواني. نمر إلى هذا السلك. هذا السلك إخواني دون لاحظ، هذا خاص بجهاز الإنذار أو الألارم، المكبر الذي يكون موجود بالكبوت. عندما تقوم بلمس السيارة يعطي صوت جهاز إنذار. هذا هو إخواني، عندما أتركه ينظر يبقى مشتغل ويعمل عمل الإنذار بهذا الشكل. وعندما أقوم بإطفائه أقوم بإطفائه بهاته، هنا أقوم بإطفائه بهاته الزر. انتهينا من هذا السلك. يتبقى لنا هنا هاته الثلاث أسلاك، فحصتها ولم أجد بها أي إشارة، يعني خاصة بريموت آخر أو إنها لم تكن متلائمة مع هذا الجهاز رغم فحصي لها. هنا لو نلاحظ إخواني هذه الأسلاك مختصة في رفع الزجاج. معظم السيارات إخواني لم تعد تأتي بها هذه القطع من الريموت، لأن أصبحت تأتي قطعة أخرى مختصة في عمل الزجاج. توجد بها تقريبا 13 سلك تركب مع هذه القطعة لكي تقوم بإغلاق الزجاج. تركب مع هذه القطعة. هذه القطعة أتت معها رافعة الزجاج إخواني، تكون أو تتكون من القطعة الأخرى التي تحدثت عنها، تتكون من 13 تقريبا سلك خاصة بمحركات الأبواب، 8 منها بالنسبة للزجاج. القطعة تدعم رفع الزجاج دون الحاجة لقطعة إضافية لها، تشترى من الأسواق، هي من تقوم بهذا الدور إخواني برفع الزجاج. هنا توجد لدينا ثلاث أسلاك، سلكان بعضهما باللون الأزرق وأزرق به خط أسود به خط أبيض، وسلك أزرق منفصل عنهما، بمعنى هذان السلكان نقوم بشبكهما مباشرة مع محرك سنتر لوك، فتح وقفل أبواب السيارة بعد فحصهما. والسلك الأزرق المتبقي يركب على سلك قفل الزجاج الأوتوماتيكي، لكن الزجاج لكل زجاج يعني، وليس لكل لباب السائق. يعني عندما أقوم بربط هذا مع القفل، كيف أقوم بفحص هذا القفل إخواني؟ كيف أقوم بفحصه؟ كده بلا قفل أرفع الزجاج. إذا كانت هذه الخاصية تدعم سيارتك، يعني بعض السيارات فقط عندما تقوم بلمس زر أرفع الزجاج، فقط عندما تقوم بلمسه يرتفع كل الزجاج. هنا هذا يصلح له لتركيبه عليه. كيف نقوم بالتركيب؟ هذان السلكان قلنا يركبان مباشرة مع سنتر لوك، يعني أقوم بتركيبهما مع هذه السلكان بعد عملية الفحص. سأعطيكم كيفية شمها تركيب هذا السلكان بعدما أقوم بتركيب لكم هذا السلك. هذا السلك قلنا إخواني نقوم فقط بلمس الزر سيرتفع الزجاج، وأقوم بفحص تلك الأسلاك التي أسفل الزر، أقوم بلمس ويرتفع الزجاج، أصل إلى سلك. عندما أقوم بلمس ويرتفع الزجاج تشتغل اللمبة، يعني هذا هو السلك المطلوب إخواني، وأقوم بربط هذا السلك معه. وإذا هذا هو السلك، لمبة الفحص مربوطة على سالب السيارة، وأقوم بالفحص. عندما تشتغل أقوم بربط هذا السلك مع ذلك السلك.
لكن إذا لم تشتغل في كل الأسلاك أقوم بندع هذا السلك السالب وأقوم بربطه بموجب السيارة وأقوم بالفحص فتشتغل معنا اللمبة، ونعرف أن هذا الزر يريد شحنة سالبة لكي يشتغل. هنا انتهينا منه وقمنا بتركيبه. نمر إلى السلكان المتبقيان. هنا أقوم بقفل قفل الباب، وألاحظ أقوم بقفل الباب سيعطينا إشارة موجبة. عندما يعطينا إشارة موجبة أقوم مباشرة بإنزال بإعطاء غمزة للزجاج إخواني. عندما يريد الصعود سيشتغل معي أحد هنا أحد الأسلاك. إذا أعطانا إشارة موجبة أقوم بربطه مباشرة بالسلك الذي أعطانا إشارة موجبة بهذا الشكل، ثم أقوم بتركيب الآخر هنا بهذا الشكل. أعيد، نأتي لمحرك قفل الباب، أقوم بإنزال القفل وأفحص هنا سيعطيني إشارة. عندما أقفل سيعطيني إشارة موجبة، مثلا هنا أعطاني إشارة موجبة في السلك الأبيض، أعطاني إشارة موجبة. أقوم برفع الزجاج هنا، أقوم بلمس رفع الزجاج. عندما أقوم بلمسها سأبحث عن سلك تأتي إشارة منه، من هذا السلك ستأتي إشارة إلى هنا موجبة، أقوم بالفحص هنا وسالبة على حسب التركيب الذي قلنا أركبناه بهذا السلك. عندما يشتغل المصباح أقوم بتركيب هذا الذي اشتعل به المصباح، أقوم بتركيبه هنا، والآخر أقوم بتركيبه بهذا الشكل. عندما أقوم بالضغط على القفل لغلق السيارة سيرتفع معنا الزجاج مباشرة. هنا انتهينا من هذه الأسلاك. فقط لمن يسأل انظروا، فقط بمجرد ما لمسه قام بالاستشعار. هذه القطعة إخواني تستشعر الحركة القرب من السيارة، فقط بمجرد الاقتراب من السيارة أو حدوث هزة خفيفة تشتغل. تستطيع التحكم بدرجة الاستشعار إخواني بواسطة هذا الزر الموجود هنا. عندما أقوم به هنا لنلاحظ مكتوب ماكسيمو أقصى حد بهذا الشكل، يعني أقصى حد. بمجرد خبطة صغيرة سيشتغل معنا، لكن إذا قمت بإنقاذ الاستشعار نلاحظ بهذا الشكل لا يعمل إلا إذا قمت بتقوية الضرب. لكن إذا قمت بزيادته إلى الأخير انظروا معي، سأزيده قليلا بهذا الشكل. هاته لي تنقص وتقوي قوة الاستشعار إخواني. في الحلقة المقبلة إخواني سأقوم بتركيبه على السيارة، طبعا سأركبه فقط لكي يعمل على فتح وغلاق السيارة، لأن قلنا وحدة الزجاج لا تعمل، وأصلا سيارتي لا تدعم الزجاج رفع الزجاج. سأقوم فقط بالاكتفاء بتركيبه لكم مباشرة على السيارة كيف تقوم بتركيبه للفتح والغلق. في الأخير لا تنسونا بالضغط على زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمن لم يشترك بعد، وتفعيل خاصية الجرس لتصلكم جميع إشعاراتنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.